نستهل جولتنا في بعض ما ورد في عملة الرأي والمقالات بزاوية حاجة غريبة للكاتب زكريا حامد باخرة القرار. القرار عاودة الصدور مرة أخرى بعنوان قبل وبعد الصم. يبتدر حامد زاويته بالإشارة إلى الزيادة المضطردة في معدلات الإصابة بمرض الصم وأنه توجه سخيفة من احتمال فقدان السمع وسط تصريحات متتالية لمسؤولي الصحة عن ارتفاع مماثل في أعداد المصابين بالسرطان والفشل الكلوي. يقول حامد المصيبة أن الجهات التي تجلب لنا الإحباط جراء تلك التصريحات تنصحنا بطرق الوقاية لتزيدنا بلاء فوق عظيم البلاءات. يرى حامد أنه لا شيء يحول بين المواطنين والإصابة بمرض الصم ما دام ضجيج وضوضاء وصخب العاصمة أعلى من احتمال قدرات طبلة الأذن وتتعدى كمياتها المسموح به عالميا، ماضيا إلى أن الأصوات التي تصدر من الركشات تفوق ما يصدر عن الشاحنات، وضجيج المركبات يكاد يقارب أزيز الطائرات، ومكبرات الباعة المتجولين تماثل قوة المفرقعات، في وقت يصف فيه حامد المحليات بأنها مصابة بمتلازمة الإيرادات لا يهمها مطلقا أي شيء خلاف تحقيق الربط. يختم زكريا حامد زاويته بحادثة لأحد بلدياتهم، رجل كبير في السن فقد حاسة سمعه، وأثناء انشغاله في حواشته داهمه ثور هائج ولم يفلح نداء الناس في لفت انتباهه، فهو الثور بالرجل وأدخله في غيبوبة ليوم كامل، وحين أفاق سأل من حولي قائلا: إن شاء الله بس تكونوا قبضتوا السواق ابن الكلب ده.